من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. المحسن والباب والإسقاط بين الحقيقة والخرافة والسياسة. الحديث طويل عن المحسن بن أمير المؤمنين عليه السلام، فهو بين من ينكر وجوده أصلاً وبين من يقول بولادته ووفاته في حياة جده رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فإثبات كونه سقطاً يحتاج للكثير من المؤونة ولا يثبت. وأكتفي ببعض الإشارات: الخيط والعصفور، المنتخب، والأنوار المضيئة. أليف: منهج الإخبارية وأذنابهم الشيرازية وعمائم الطاغوت في التدليس والاستخفاف بعقول الجاهلين والأغبياء، منهج مستحكم خطير فتفطن. باء: هل ضاع منتخب الأنوار المضيئة والأنوار المضيئة كما ضاع الخيط والعصفور؟ الجواب: نعم، وسنرى إن شاء الله تعالى. جيم: إذا كان النيلي الحسيني قد استعان بسلسلة من الجن وأعطوه إجازة رواية كي يروي عن المفيد المتوفى سنة 413 للهجرة، فإن رواية المجلسي المتوفى سنة 1110 للهجرة عن الأنوار المضيئة عن النيلي المتوفى بعد 803 للهجرة تحتاج لسلسلة أخرى من الجن، بل الجن الأزرق وغيره. دال: بينا أن المجلسية في مرآة العقول الجزء 21 ذكر الجنية برواية الحسيني النيلي. قال: ذكر الحسيني في الأنوار المضيئة. ها، السؤال المهم والخطير: من أين جاء المجلسي بالأنوار المضيئة الذي نسب إليه خرافة رواية الجنية؟ واو، صدر كتاب بعنوان منتخب الأنوار المضيئة للحسيني النيلي، والواضح من عنوانه أنه قد انتخب مما في الأنوار المضيئة. زاي: من أين جاءوا بمنتخب الأنوار المضيئة؟ ومن هو المنتخب الذي انتخب واقتبس من الأنوار المضيئة وألف المنتخب؟ الجواب: المؤلف مجهول. حاء: قالوا: من هو المنتخب؟ فنقول: مع الأسف إنا لم نعثر على اسم منتخبه ولم نتبين هويته في حدود النسخ الخطية المتوفرة عندنا، حيث لم يذكر شيء من هذا لا من قريب ولا من بعيد. المنتخب منتخب الأنوار المضيئة مقدمة لجنة التحقيق مؤسسة الإمام الهادي عليه السلام. قم. طاء: قالوا: نسخ الكتاب، أولاً النسخة المحفوظة في مكتبة المرعشي بمدينة قم لم يذكر كاتبها. ياء: قالوا: نسخ الكتاب، ثانياً النسخة المحفوظة أيضاً في المكتبة المذكورة لم يذكر اسم كاتبها أيضاً. كاف: قالوا: نسخ الكتاب، ثالثاً نسخة أهداها إلينا أحد أصدقائنا من العلماء الفضلاء النبلاء، والظاهر أنها كانت ضمن مجموعة قديمة. لام: الآن يأتي الاستفهام عن كتاب الأنوار المضيئة نفسه، هل له أصل؟ وهل وصل للمجلسي عن طريق الإنس أو الجان؟ ميم: الجواب: إن عنوان الأنوار المضيئة موجود في كتب التراجم والرجال، لكن قد فقد أثره. أما على منهج التدليس والشعوذة فالمزاعم الباطلة كثيرة، ويتعلم إبليس من مكرهم وشيطنتهم. قال سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن
يوحي بعضهم إلى بعض. نون، انظر إلى الأصل الذي لا أصل له. قالوا: نسخ الكتاب. رابعا: نسخة من أصل الكتاب وهو الأنوار المضية، محفوظة في مكتبة مجلس الشورى الإسلامي في طهران. لم يذكر ناسخها ولا تاريخ كتابتها، ولعلها ترجع إلى ما بين القرن الثاني عشر والثالث عشر. سين، قالوا: لم يذكر ناسخها ولا تاريخ كتابتها. إذا كان الناسخ مجهولا وتاريخ النسخ مجهولا، فكيف عرفتم أنها نسخة من أصل كتاب الأنوار المضيئة؟ وأين الأصل؟ هل هذا دينكم وعقيدتكم؟ إنها أساطير وشعوذة، فلماذا السكوت المريب المهين من الجميع على طول التاريخ؟ عين، قالوا: لعلها ترجع إلى ما بين القرن الثاني عشر والثالث عشر. نحن وأنتم في القرن الخامس عشر، فهل أجريتم فحوصات مختبرية على صفحات الكتاب؟ ولماذا الفشل في التشخيص حتى تذكر قرنين من الزمان؟ أو أن ذلك كان بالتنجيم وتحضير الجن والأرواح؟ فإذا كانت المزاعم الواهية مشروعة عندكم، فلماذا لم تذكروا القرنين الحادي عشر والثاني عشر وتنسبوا النسخة للمجلسي المتوفى سنة 1110 للهجرة؟ وإن كانت عنده نسخة، فبكل تأكيد أنها لا تقل وهنا وخرافة عن نسختكم. صاد، المصيبة الأعظم أننا نفقد جل الأصول التي ادعى المجلسي الاعتماد عليها، فهل هي شبيهة بأصل الأنوار المضيئة الذي لا أصل له؟ أو أن المرجع الأعلى للدولة الصفوية العلامة المجلسي قد أتلف الأصول بدلا من أن ينسخها ويصدقها ويوثقها ويحفظها في الخزائن والمكتبات الشيعية والإسلامية في مختلف البلدان؟ وللكلام بقية. الصرخي الحسني.